ذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Une personne bai na ba ge sha pa tu ba ge an. ذبح لله. Amona une personne bai kao mukanna Allah subhanahu wa ta'ala. تذبح تتصدق. بيأسي مكسوم بي كاو حسو با يوم مكسرك كاو. تذبح في عيد الأضحى تتصدق. أتوا مكسوم بي كاو ها عيد أضحى يعون. بقبوسي بكسرك كامو. نعم القسم الثاني من الذبح. إني كروانيا أمنا إن. قسم الثاني من الذبح شرك أكبر. إني كروانيا أمو إن لون تيا. يكروا كوان ونبيعون. بق مكسوم بي إن شئني شرك أكبر. يذبح للجن. بيناسي مكسوم بايسيا هسوب أمانع الجن. يذبح لأصحاب القبور. أتوا مكسوم بايسيا بسبب أنسين مانع تومي متيا. هذا الشرك. نينيريني شرك أكبر. الثالث من الذبح جائز مباح. إن هكتو دينها باقي أنسين مكسوم باي إنيريني منجريسيا مباح. لماذا تذبح؟ بعشرة مئة كاو. قال حتى آكل. لم جواب موسى هينجا ما كاو ناكو. لماذا تذبح؟ ما يدع كاو مكسوم باي. قال لأنني جزار أبيع اللحوم هذا جائز. نعم بس لأن أكو هني مك بيزنس ما أنا مك دعان مك بيعان. إذا الحذر كل الحذر من أن نذبح لغير الله محبة وتعظيم الذبح للجن لأصحاب القبور والله أعلم. نعم كنا سوبي كتانيو لما يتقود أمو إن لما يتقود أمو إن مك سوبي كتانيو ما بواس دينها الله سبحانه وتعالى يا أغاران سين بق patikupo ibang panglaggoi bianasin pagsumbay ha mga jin ibansin mga tao miyamatay.